مدام بريهان. انت اللي كلمتيني؟ ايوه انا ليلى. انا شفتك فين قبل كده؟ شفتيني بورسعيد. افتكرت انت اللي كنت هخبطك بالعربيه وقفتي زعقتيني في الشارع. ايوه. تعرفي ايه عن اكرم؟ أعرف عن أكرم كتير أوي. يجي من حوالي كده 11 سنة تعرفت على واحد اسمه أحمد. حبينا بعض أوي وتقدم لي. أبويا في الأول كان رافض عشان ظروف، كان ملوش أهل ولا أصحاب، كنا نعرف عنه أي حاجة خالص، بس أنا كنت بحبه. وافقت، اتجوزنا، وخلفنا 3 عيال. بس من سنة بقى أحمد اختفى تماما من حياتنا. مشي وسابني وساب عياله. عياله فضلوا يسألوا عليه وأنا ابتديت أدور. كنت هموت من الخوف والقلق لحد ما اكتشفت إن أحمد ده نصاب. اسموش أحمد، اسمه أكرم. أكرم جوزي. أنتي كنتي متجوزة أكرم جوزي؟ أنا أيوه. 10 سنين؟ مستحيل، أنتي كدابة. مين اللي بعتك ها؟ وليد مش كده؟ وليد مين؟ أنا معرفش حد اسمه وليد. مدام بريهان أنا عملت المستحيل عشان أعرف أوصل لك. أنا مستحيل أصدق الكلام الفارغ ده. أكرم مش ممكن يعمل كده. أكرم ما عندوش في حياته غيري أنا وولاد. أنا أول ما عرفت المصيبة دي كنت عاملة زيك بالظبط كده، مش قادرة أصدق، لأني كنت بحسب إن أحمد ما عندوش في الدنيا غيري أنا وولاده وبس. بس والله العظيم دي الحقيقة. أنت بعتي لأكرم حوالي على بورسعيد باسم احمد الدسوقي السيد علي، صح ولا لا؟ هو قال لي ابعت الحواله بالاسم ده. قال لي ان هو واحد معرفه هيوصل له الفلوس. ده الاسم اللي احمد اتجوزني بيه، احمد الدسوقي السيد علي. بس انا مصيبتي اكبر بكتير من ان احمد طلع متجوز عليا. احمد متجوزني باوراق مزوره، أوراق مش رسمية، حتى شهادات ميلاد عيالي مزورة. أنت فاهمة أنا بتكلم في إيه؟ مش مصدقة؟ أنت صور شهادات ميلاد عيالي الاتنين، ليلى وهاشم. هاشم شهادات مزورة. طب بلاش، لو أنت مش مصدقة دول كمان أكلم لك دلوقتي محمود شرشر. ده صاحب عمره أنتين، هو يأكد لك كل حاجة أنا بقولها. مدام بريهان والله العظيم أنا ما بكدب عليكي في ولا كلمة. تحطي إيدك في إيدي ونتقم من الراجل اللي بهدل لنا حياتنا أنا وأنتي ولا لأ؟